هو ده الجيل ده الجيل ده
مصر. شركة باجوار هي شركة أمريكية بدأت عام 1901، وابتدت تشتغل الشركة كمجموعة من الأفراد القليلين عن طريق السيد ماجواير. كان بيصنع زيت البولش اللي بيلمع بيه، وبعد كده بقى كان بيصنع المنتج بتاعه في جراج في البيت، وكان بيوزعه بالنهار. الحقيقة ابتدت المنتجات تتطور تباعا بعد تضمن العائلة كلها مع بعضها، وابتدوا جميعا يعملوا منتجات متطورة. فابتدوا يعملوا مجموعة من المنتجات زي المنتجات اللي بتشتغل في الأوتوموتيفز، ومنتجات تشتغل في البوت اللي هي السفن، ومنتجات تشتغل على الدرجات البخارية. وابتدى التطور في مجموعة المنتجات يعلى إلى درجة عالية جدا، لدرجة إن احنا دلوقتي عندنا مجموعة من المنتجات اللي بتشتغل في ثلاث فصائل مختلفة. منتجات بتعمل في فصائل التنظيف والغسيل، منتجات بتعمل في فصائل التلميع للبويان، وعندنا منتجات بتشتغل في الكونسيومرز، المسالك العادي. يعني المسالك العادي ممكن يوضب العربية بتاعته ويوصل بها إلى أعلى درجة نقاء وبريق لكل جزء منها. على سبيل المثال ممكن ينظف الكاوتش، ممكن ينظف الشنط، ويقدر يسترد البريق واللمعة بتاعة البادي بتاع العربية. فالحقيقة ان احنا دلوقتي كنا عاملين ديمو بسيط على تلميع السيارة، وكان هذا الديمو بيتكلم على ازاي بنستخدم منتج واحد وهو البوليس والكوبان. كان الديمو بسيط جدا، ان احنا بنبدأ نشتغل بمنتج للتنظيف، وبعد كده بالنسبة للديمو البسيط بتاعنا كان عبارة عن استرداد البريق واللمعة للطلاء. عندنا كذا مرحلة لاسترداد البريق واللمعة للطلاء. أول حاجة إن أنا برش مادة بتحاول تنظف سطح الطلاء، وبستخدم مادة عبارة عن عجينة اسمها الكليكت، بستخدمها مع رش اسمه كويك ديتيلر عشان أقدر أشيل التراب الموجودة على البادي بتاع العربية. وبعد كده بستخدم مادة اسمها السولو. السولو دي مادة بتحتوي على مكونات الكومباوند والبولش في مركب واحد، وبلمع باستخدام الماكينة. وبقدر بواسطة التلميع بالماكينة أوصل إلى أعلى درجة لمعة وبريق. وفي النهاية بحط حاجة اسمها لاست تاتش. اللاست تاتش بتديني الانعكاسية العالية جدا للون، وبيتحول اللون إلى شكل مرآة تماما بيعكس صورة الإنسان. دي نبذة بسيطة. أنا اسمي ثابت إبراهيم جبرة، وبعمل تكنيكال مانجر في مجموعة تي إل كي جروب. كلم كويس؟